اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. نبدأ أولا أيها الإخوة الكرام في شروط الصلاة. شروط الصلاة على نوعين، منها شروط تتعلق بالمصلي ومنها شروط تتعلق بالفعل، بفعل الصلاة. أما الشروط المتعلقة بالمصلي فأولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، وهذا شرط لصحة الصلاة، ولهذا الكافر لا تصح منه الصلاة، واضح؟ الثاني العقل، فلا تصح من المجنون ولا تجب عليه. طيب الإسلام قلنا شرط صحة، هل تصح الصلاة من الكافر؟ لا تصح من الكافر. طيب هل تجب الصلاة على الكافر ولا لا؟ ها، في كتب أصول الفقه فيه مسألة اسمها عنوان في كتب أصول الفقه اسمه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ ها، الحنابلة يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقول الله عز وجل في الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كفار ولا ما هم كفار؟ مكذبين بيوم الدين، ومع هذا جعلوا ترك الصلاة قالوا لم نكن مصلين كان سبب في دخولهم وزيادة العذاب عليهم. لهذا الكافر يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى كل ما ارتكبه، واضح؟ والنار دركات. طيب الإسلام وهذا شرط للصحة، والعقل وهو شرط للصحة والوجوب، فلا تجب الصلاة على المجنون ولو صلى لا تصح منه. ثم البلوغ وهو شرط لوجوب الصلاة، الصبي قبل بلوغه لا تجب عليه الصلاة، ولكنه إذا بلغ 7 سنين وجب عليه ولا على وليه؟ وجب على وليه أن يأمره بالصلاة لتربيته، وإذا بلغ 10 يضربه على الصلاة. الرابع عدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصح الصلاة منها ولا تجب عليها لا أداء ولا قضاء. وهنا استطراد، من أين عرفنا أن الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء؟ من السنة النبوية لا من القرآن. ولهذا حدثني أحد المشايخ الذي له جهد في مناقشة الشباب المتأثرين ببعض الأفكار والشبهات وكذا، وهو الشيخ أحمد السيد، يقول اتصلت امرأة تقول له أنا لا أؤمن بالسنة وأعتبر الحجة فقط في القرآن. قال لها ترى القضية ترى ما هي كلام، قول وفعل، تقد الكلام ولا من تقد الكلام؟ قالت له هذا اللي مقتنع فيه. قال أنت تصلي في أيام الحيض؟ قالت لا، كيف أصلي أيام الحيض؟ قال هاتي لي في القرآن أن الحائض ما تصلي، فعجزت. ولهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالدين لا بد فيه من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة لكتاب الله عز وجل. وكثير جدا من الأحكام أصلا لا يمكن للإنسان أن يقيم دينه من غير النظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط 4 للصلاة، 3 منها هي شرط في كل عمل من الأعمال، وهي إيش؟ العقل والتمييز والإسلام. قال الناظم العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. وأنا أذكر لكم بعض الأبيات، وهذه الأبيات من النظم الجلي في الفقه الحنبلي للشيخ أنور الفضفري، وهو نظم حسن جميل ينصح طالب العلم أن يحفظه، ولو حفظ منه في كل يوم 3 أبيات يختم في سنة، 3 أبيات بس يعني في مشوار. والنظم الجلي للفضفري أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.